وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا نصها سعادة السيد فوديسك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المحترم تحية طيبة وتقدير انه لمن دواعي سرورنا ان نعرب لكم ولاعضاء اللجنه المحترمين عن بالغ شكرنا وعميق تقديرنا للجهود المباركه التي تبذلونها والدور الكبير الذي تضطلعون به في الدفاع عن الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تمكينه من ممارسه حقوقه غير القابله للتصرف ونشر الوعي الدولي لتحقيق هذه الاهداف النبيله. ان هذا اليوم العالمي الذي نحتفل فيه بالتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبه لتذكيرنا جميعا بمسؤوليه الامم المتحده والمجتمع الدولي باسره تجاه هذا الشعب وقضيته العادله وضروره حلها خاصه بعد ان بلغت معاناته حدا غير مسبوق يستوجب الوقوف معه في محنته التي طال امدها وضروره اسراع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الشان فما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب لشتى انواع الانتهاكات غير القانونيه وغير الانسانيه بحق الشعب الفلسطيني من شانه تاجيج الصراع وضياع المزيد من الوقت كما ينذر بعواقب وخيمه ويقف حجر عثره في طريق تحقيق السلام حيث تمضي اسرائيل في تجاوزاتها غير عابئه بالقوانين الدوليه وتواصل سياساتها غير المشروعه في هدم البيوت واعتقال المواطنين الابرياء وتخريب واستنزاف ثرواتهم وبناء المستوطنات على الاراضي المحتله اضافه الى الاعتداء على حرمه المسجد الاقصى المبارك والاماكن المقدسه الاخرى من قبل الجماعات الاسرائيليه المتطرفه والحفريات التي تقوم بها السلطات الاسرائيليه حول المسجد الاقصى والتي تهدد بكارثه كبرى في احد اهم المقدسات الاسلاميه التي تتجه اليها افئده المسلمين في مشارق الارض ومغاربها باعتباره اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام ومعراجه إننا نؤكد على موقف المملكة الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والساعي إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني الأبي بالتوصل إلى السلام العادل والشامل والدائم بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وهي القرارات التي تشهد على عداله القضيه الفلسطينيه وتفرض على المنظمه الدوليه وبوجه خاص اللجنه المعنيه بممارسه الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابله للتصرف ان تبذل المزيد من الجهد من اجل تنفيذها مؤكدين لسعادتكم بان مملكه البحرين ستواصل جهودها وبشتى الطرق وبالتعاون مع الاشقاء والاصدقاء للوصول الى هذه الاهداف وتحقيق هذه الغايات التي تلبي تطلعات الجميع في التعايش السلمي والسلام. ولا يفوتنا هنا أن نعرب عن تأييدنا الكامل لكافة الجهود الملموسة التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والعمل الدؤوب نحو تعزيز وجود الدولة الفلسطينية وكيانها في المحافل الدولية فأصبحت فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وتم رفع علمها على مقرات الأمم المتحدة بصفتها عضوا مراقبا وهي نجاحات تاريخيه تؤكد ان تحقيق العداله والوصول الى الاستقلال امر ممكن في نهايه المطاف لكنه يظل بحاجه الى تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل انصاف الشعب الفلسطيني وحمايته والوقوف بقوه لإلزام السلطات الإسرائيليه بوضع حد زمني لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينيه تنفيذا لقرارات الأمم المتحده ومبادره الرباعيه الدوليه الخاصه بالتسويه السلميه للقضيه الفلسطينيه والتوقف الفوري عن الممارسات اللا إنسانيه التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحده ومبادئ القانون الدولي واتفاقيه جنيف الرابعه لعام 1949 وهي الممارسات التي تمثل افتراء صارخا على حقوق الفلسطينيين كما تثير الأضغان والأحقاد وتعبئ النفوس نحو مزيد من ردود الفعل المتصاعدة والمتبادلة وفي الختام فإننا نتمنى التوفيق والسداد لكم وللجنة الموقرة مؤكدين لكم دعمنا التام لكل ما تقوم به من جهود مقدرة وواعية في نصرة القضية الفلسطينية